أربيل لا ملاذات والزعامات السياسية العمري يلتقي بارزاني والقيادات الكردستانية لتدارك أوضاع تحالفه المتهاوية. الصدر بوجه قاآن يوصد الأبواب للملك والخزعلي، حان يوم الحساب عن حكومة الأغلبية مبعدين لعدة أسباب. دولة القانون عن الملكية مبتعدين، ولمناصب الحكومة طمعا سائرين، إنها برمتية السياسيين بالكراسي الزثيرة متمسكين. كاميرا ون نيوز تدخل سنجار، يخيم عليها آثار الدمار. الجيش العراقي يجلب لها بوادر الاستقرار رغم أنف عملاء شرقية الجار. عدد رابعة الموجات الوبائية يرتفع على الأراضي العراقية، عاجزة هي الإجراءات الصحية لتفادي الإصابات الفورية.